ودلوقتي مشاهدينا جاء ميعادنا مع موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. نبتدي على طول مع فريق الأهلي اللي اختتم تحضيراته امبارح استعدادا لمباراته ضد الجونة النهاردة على ملعب خالد بشارة، والمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري. المباراة دي هتكون أول مهمة للبرتغالي ريكاردو سواريز في مسابقة الدوري بعد ما سبق وقاد الأهلي في مباراته اللي فاتت ضد بتروجيت في بطولة كاس مصر. الجابوني ماليك إيفونا لاعب الأهلي السابق وقع على عقود انضمامه لنادي أسوان في الدوري الممتاز في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، ونجحت إدارة نادي أسوان في إقناع اللاعب بالتوقيع للفريق والاستعانة بخدماته في الموسم الجديد. ونروح لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط واللي بتقام في مدينة وهران في الجزائر علشان نتعرف على أبرز نتائج البعثة المصرية هناك. البداية مع منتخب مصر لكرة اليد اللي فاز على مقدونيا بنتيجة 34-20 في نصف النهائي، بكده بيتأهل منتخبنا للنهائي وحيقابل أسبانيا النهاردة الساعة 4:30 العصر. خلينا بقى كمان نشوف سيف عيسى اللي حقق ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط للتايكوندو بعد فوزه على بطل إسبانيا، وكمان البطل المصري محمد السيد تم تتويجه بالميدالية الذهبية في سلاح الإيبا بعد فوزه على بطل إيطاليا. أحمد حقق الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال في الكلين لوزن 102 كيلوغرام بعد ما رفع وزن 208 كيلوغرام. كمان أحمد جابر لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال حقق الميدالية البرونزية في الخطف لمنافسات وزن 120 كيلوغرام. ونروح بقى نشوف آية شحاتة اللي حصدت الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو وزن 67 كيلوغرام بعد ما خسرت في نصف النهائي من لاعبة كرواتيا بنتيجة 8-5، وده في إطار منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران. نتحول بقى للسكواش ورابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA اللي اختارت الثنائي مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث على العالم للرجال، ونور الشربيني لاعبة سبورتينج والمصنفة الثانية للسيدات كأفضل لاعبين في أو أفضل اثنين لاعبين في شهر يونيو اللي فات، وده بعد تتويجهم ببطولة العظماء الثمانية. نشوف بقى أخبار الكرة، ونادي طرابزونسبور التركي اللي أعلن التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر بشكل رسمي في الانتقالات الصيفية الحالية. صفحة طرابزونسبور نشرت فيديو قدمت فيه النجم المصري وعلقوا وقالوا تريزيجيه وقع، أهلا وسهلا بيك في الفريق البطل محمود تريزيجيه. ونتحول بقى كمان لأخبار نادي ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح واللي أعلن استعداداته للموسم الجديد بحضور 19 لاعب على مركز تدريبات الفريق أكسا. وغاب محمد صلاح عن بداية استعدادات الريدز للموسم الجديد بعد حصوله على راحة أطول بسبب مشاركته في مباريات دولية بعد نهاية مشوار ليفربول في مسابقات الموسم اللي فات. مشاهدينا أخبارنا الرياضية خلصت، خلينا نرجع على طول لعبد الصمد وهدين نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير، اتفضل. شكرا ليك يا منى.